هلا اخوي. كيفك اخوي؟ اخبارك؟ اخوي والله مشتاق لك، مشتاق ارجع اصور معك يا زلمه. شو اللي حاطه في وجهك هذا؟ بدك ترجع تطلع عند كل حدا؟ كيف؟ هي نظارة صف النية هاي. شو نظارة صف النية؟ نظارة صف النية هاي ايش؟ لو عامل لك مثلا هيك لازم تفهمها صح. اوكي. بدي اشوف اليوتيوبرز اللي قيموني. اوكي. انا بدي ارد عليهم، بدي ارد على كل حدا قيمني. ما تخلي حدا. خلاص اي حدا قيم. كلهم ما تسيب. اي حدا قيمني حتشوف هسه. لا نبلش واحد واحد نشوف الناس اللي منزلين تقييمها. اليوتيوبرز تبع احمد الخليل الاخير ماشي؟ خليل نستلمه بالاخر. بالاخر نستلم احمد. اظن قيمني شيء كثير كويس يعني. طب قيمك ولا لا؟ مش عارف نكتشف. هو كأنه مقيم كل يوتيوبر على وجه الأرض يعني. بعدين اسمع مغلب حاله الزلمة، منزل فيديو قبل بساعة. هاي قبل ساعة هذا. خلينا نشوف ندعمه. اليوم راح نقيم اليوتيوبر ونشوف منو زين ومنو مو زين. روح يا كبير. توقع أنا زين ولا مو زين؟ زين. قبل لا تسلاك شرف شفت إيش اللي عمله؟ طقع راب. اسمع مستعجل يلا يلا. يلا خلصوا الفيديو خلاص زقت. اوكي عندنا تقييم ديم نايس عادي بيض بيض سلك. هو عراقي سلك. بيض مسلوق. والله مضحك الشاب. نفس صورتي هون. لا هي شكله تحت. ممكن تحت. خلينا نعمل سكبات. اي عرفته هذا بس نسيت اسمه. انا حطيت مش عارفه. اسمع بقيم بالامان الزلمه. هو حكى بدون مجاملات. في ناس ما كملهم. حط ناجي بيض. اسمع مش مهم وين حط ناجي، انا مش موجود. انت مو موجود. يلا هذا تقييمي لليوم. اليوم في يوم ثاني. في يوم ثاني. بترقبك باليوم الثاني، اوكي؟ خذ هاي سبسكرايب بدي اشوف الفيديو الجاي تبعك. غالبا حيعمل لي تقييم هو. بده فيديو كامل عشان يقيمني. تقييم اليوتيوبرز العرب، يعني المفروض انت تكون منهم. يفضل. بقعد اضحك على اسلوبه في الذم، اسلوبه في الذم. ايش فيه؟ مش عارف ماشي. شوف اخر شيء. احتمال تكون موجود. صار عادي. مو مشهور كثير. مو مشهور عشان هيك. بالضبط. قيم اليوتيوبرز العرب الجزء الثاني. هو يعني الجزء الثاني بيكون معمول عشان الناس اللي ما لحقوا. ما قيمهم. فانا اظن يفترض اطلع هون انا. صور ليش الكاميرا تبعتها هيك؟ حاطط على الكيبورد. وكأنه في طحين عايده. كيف بديش اسال؟ بس هو حلو يعني، هو الناس بكون بدها تشوف الكيبورد وإيديك يعني ما كلها طحين. طبعا. شو عم تعمل انت في حياتك؟ طبعا بطل هيك بس. اوكي يا ولد. اليوم ويانا علو. صراحة استعماله للماوس رهيب. اول يوتيوبر راح نقيم. طيب خلينا نروح. هم هذول. يا شبشب انا طيب. طلع قد ما هو يعني بدوش يغلب حاله حط ملفات. ما بدوش يحط الموقع على ملفات خلاص هو بزتهم ملفات. لا ما هو لازم يكون في حدا مقيمك. إلا في حدا مقيم. هذا حط الكل مبين. ما هو مشكلة لو حط الكل مش حاطني ساعتها جد بتجرح. والله مو حاطك. مش معتبرينك يوتيوبر ليش؟ مش عارف يا اخي اذا حاط ناس اول مره بشوفهم بحياتي. طبك حطني يا اخي حطني. ايش كيف بحكي لك اليوتيوبرز العرب عشان جميلين كثير مفكريننا اجانب. ما في عنده كم ما اعرفه. ليش تقيمه طيب؟ عادي طبعا خوفي خلص الفيديو ما حد مقيمني. لا اخوي مصيرك تلاقي حدا مقيمك. دقيقه شوي ايش في؟ انا في 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 اكثر من قناه بصراحه انا مش عارفهم. هذا متصور جنب وايفي. هذا مثلا مين هذا؟ مين هذا؟ هذا بتحس لوجو مطعم هذا. والله هو مقيم كي اف سي. هذا نو فيوز. خلينا نكون اول مشاهد عنده. انا موجود. لا لازم ادور دوار خلاص يا زلمه. اكتب تقييم عمر ابو الرب. اوكي مش هيك اسهل؟ ابو الرب. ما قلنا رسالة قيمتني؟ والله ممكن طلع بالسيرش. دقيقة اوكي. لا هي نور. حتى نور مو معتبريتك يوتيوبر. نور حاطه اختها بس احمد مش حاط اخوه. ليش هيك؟ احنا لسه ما شفنا تبع احمد. هذا الفيديو تبع نور ستارز مع احمد. بس احمد ما بيقدر يجبرها يقول احط اخوي. احمد حط اخو نور ستارز؟ اخوه ايش؟ مين؟ ركز معي. هلا مش نور ستار احمد طلع مع نور. اوكي. وحطت اخوه. حطت اختها. اختها. طيب. واحمد قيم حط اختها واخو نور ستارز. ما بعرف انا بنشوف هلا. اذا حطهم بتكون عيب في حقك وبتكون مطي. اخي انا تعبت. اذا بنت هو طلعت باليوتيوب. انت شو؟
مقبول دايلر مقيمك. كل المشاهير راح يكرهوني بعد هذا المقطع. اوكي لو حد يحكي عني انه زباله جد يحكي انه ازبل يوتيوبر بالوطن العربي بس يكون مقيمني عرفت. بس حد يعبرني قيمك انا المشكله دايلر كمان مقيم حاله عرفت. كلهم بيقيموا حاله. بس الجزء الثاني من هذا الفيديو حشوف اليوتيوبرز تقيموني زوج ولا لا. تقييم عادي مش محطوط. لا بس ممكن عشان زوج عشان حلو هيك يعني. ممكن انه هيك عمر عشان حلو عرفت. صح فقدت له. احنا رحنا من اللي عندهم صفر سبسكرايبر للملايين ولا حد قيمني ولا حد معبرك ولا حد معبرك انت كمان على فكره. يكون بالصوره يعني يا اخي حد يحطني حد يجهمني. خلاص روح لفيديو احمد. اسمع احمد لو ما قيمك خلاص بروح بصحيه. محضر احمد خلاص خلاص ما حد بكتب لهم تعليقات ليش ما قيمت عمر ابو الرب مثلا. استنى اطلع لفوق هدول الاثنين. قصي ابو كفاح. اوكي مفروض هم قيموك. بعرفهم الاثنين يعني فانه مجامله يفترض يحطني. مقيم ساهر منذر وما قيموا اخوي. ابو كفاح وقصي من اليوم طالع ما بعترف فيكم كاشخاص بعرفهم والله ما توقعت صراحه منكم. يعني جد ما توقعت منكم. توقعت من زغلول ولا توقعت منكم يعني. ايش في اخوي انا قاعد بدور معك تقييم. ممكن والله ممكن الاقي حدا. متاكد انه في حد قيمني يعني. مش منطق اليوتيوب كله ما حد قيمني عرفت. مش منطق ولا حدا معبرك بصراحه. لو مكانك بترك اليوتيوب. مش منطق اللي قاعد بصير فيك يا زلمه. انت قيمت حدا؟ قيمت كل حدا وباري رد على تقييمه بس بعد ما حد قيمني. بتعرف بتذكر انه في حدا قيمك قبل هيك؟ جابري ممكن عبود. سواء لو جابر مش مقيمني جد حروح ابهز هلا ارفضه. اوكي جابر مش مقيمني. قيم دويكات. انا هنا انا انا خليني بشوف لما يقيمني شو بحكي. انت عادي انه مش مهم يقيمك عادي. مش مهم انه احنا جايين عشانك هسه. اخو احمد ابو الرو هذا عمر اجوا جابري. هسه رايح عندك عمر اخو احمد ابو الرب فعليا. لا حبي يشدد. اوكي انه اخو فعليا ناقص يحلف يمين. احكي لكم عنه بالحياه الطبيعيه يا جماعه. في ناس بكونوا عاديين وفي ناس مش طيب وفي ناس شوي مش طيب وفي ناس اوفر مش طيب. هذا اوفر مش طوب. هو هيك بقي هو مخيم في اماكن منيحه اظن هيك صح. هو قصده شمعي. بس هو اسمع انه لو يحكي عني ايش لو يحكي عني زباله المجتمع كلها حكون مبسوط عشان اول حدا قيم. بالضبط. انت لا تشكره. هون قرر المايك انه يشرد شوي. المهم يا جماعه كنت عم بحكي انه من اهم الاسباب اللي خلتني احط الكاميرا شرطت لما اجى دوري. انت نحسي يا زلمه. لما اجى دوري الكاميرا شرطت معه. انت نحس. عمر في الاي ومش في البي هي انه بضل يعمل مقالب في احمد ابو الرب. لولا بحياتنا ما كان شفنا شغله زيك. حطك بالبي مش حكي بدي احطه بالاي بدل البي وبس يلا هو يرجع حطه. ما قيمك ولا عبود ولا حشوف كمان شوي بدي اعرف ليش ما قيمني. اسمع ما حتلاقي غير عبود. اوكي خلينا نشوف فيديو احمد. خلص اوكي بدنا نشوف فيديو احمد. هو حطنا بتقييم اليوتيوبر تاع السنه الماضيه. تعال نشوف. انا كنت مبلش يوتيوب قبل سنه. اوكي لا في جو حطه مرتين بس ما في عمر. لا انت ما كنت مبلش وقتها. كنت مبلش. مش مهم هذا هو عامل تقييم تبعه غريب شوي بس خلينا نشوف. بيض بتعب ما بتعب ممتاز. شكرا اخوي مش مقيمك ولا مقيمني. دقيقة احنا بخلينا للاخير عشان الناس تحضر للاخير عارف. تجيب فيوز اكثر هيك. زبده احنا بالنهاية. ابو دويكات هالزلمة صاحبنا وحبيبنا لازم يكون له مكانة خاصة فحنضيف اشي هيك هون. طيب يا جماعة ونحط. بستاهل زلمه. فيديوهات بيض ما بنزل فيديوهات وبطول وبقطع كثير. زلمه مش يوتيوبر. ما بعتبره يوتيوبر صراحه. زبال. اوكي زغلول يسعدني لك اخوي قيمني. صراحه جد انبسطت لك. انبسطت لك يعني يسعدني والله جد ما شفت صورتك انبسطت لك. انا كثير مبسوط بصراحه. جد يسعدني لك احمد. عمل علي دس اخر فتره فبنحطه في الزباله. بس دس اسطوري يا احمد. دويكات ورا الزباله انت قدامها. انت اظن احسن من دويكات يعني. انت بتحاول ترقع؟ لا نوش. الدويكات جوا الزباله بس انا برا الزباله. انا قاعد بطلع الدويكات اللي جوا الزباله. الدويكات ورا الزباله. ورا الزباله. انت ملك الزباله حاليا. والله شكرا اخوي. صراحه يعني انه في فرق عرفت؟ بس هيك ما بنحكي كلمه هيك. طيب بس ليش حط دويكات وانت قبلي؟
هو عشان ايش حكينا بخليك للاخر عشان الفيوز. اوكي منطق مالك انت بتجيب الفيوز. شو رايكم صورة القناه الجديده؟ صح عشان هاي الصوره القديمه شلتها. عمر اخوي يعني اكيد لازم اسلك له. هاي 39 ثانيه بلشنا يحكي عني. مين هاد؟ عمر اخوي يعني اكيد لازم اسلك له. خمس ثواني فيديو 10 دقائق و 25 ثانية وبرضه بالزبالة. اخوي ويلكم تو ذا كلب. يعني انا نسبة ظهوري بالفيديو هذا دقيقة بدي احسب هون. صفر فاصلة 8% من الفيديو بينت انا. وال الناس حضرت الفيديو عشان 0.8. انا متأكد هذا اللي جاب لك الفيوز يا احمد. مرات الجاية بتقيم بس والله قيمك يعني تقييمك كان اطول من تقييمك. منطقيا انا اكيد اكثر من تقييمك مالك. بس انا فوقك بالزباله طلع. يعني فوقك بالزباله وفوق الدويكات غطيت على الدويكات بالزباله عرفت؟ انا ملك الزباله يعني حاوي هاي انا احسن واحد فيها. الدويكات الوضع زباله انا وياك وضعنا منيح. شو ما تحكي؟ انا برا الحاوي انت جوا الحاوي تطلع؟ لا 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 فكرة لا لو ندرس الحاوية كويس ماشي؟ لا عندنا هاي الحاوية حاليا والحاوية الحاوية اصلا انعملت لدويكات. الحاوية انعملت لدويكات اوكي. هي دويكات قد الحاوي تطلع يا زلمة. دويكات ورا الحاوية ماشي؟ لكن انا جوا الحاوي. لا انا مو جوا الحاوي هاي لا مثلا هو حلوة عرفت انه كلك جوا الحاوية زي دويكات انت بس. انا طلع في حفه صغيره هون لو تطلع شوي تسوي زوم. راسك شوي طالع من الحاوي محمد سوي اوكي طلع في شوي طالع من الحاوي عرفت انه انا مو كل زباله يعني انت نص زباله ونص بني ادم. هي طلع قيم اخت نور ستارز كمان. لا كمان ما خليت نور ستارز تقيمه ولا تقيمني. نور ستارز حجيك على الامارات والله اللي تشوف تيجي نسافر لها. اوكي انا نفسي كمان اسبوعين عادي بقدر اروح. مره ممكن اروح عادي. ترقبوا كمان اسبوعين فيديو مع نور ستارز. باي خلصنا نسكر الفيديو انه هيك وجو هيك ما حد قيمني. من هلا طالع اي حدا بقيمني لقدام ححط قناته بالوصف. قيمني اي شيء. ايش هذا؟ توقعت تصير اسود بعدين ذكرت انه مش نظارة شمسية. متخلف خذ هاي ولا هاي ظابطة.